في جانب الرصافة من بغداد، وعلى مقربة من ضفاف نهر دجلة، تقع محلة الفضل العريقة التي ما زالت تحافظ على شيء من تاريخها وتراث ساكنيها، ولكن الفقر ونقص الخدمات قد نال من الأهالي، ولا يقتصر الفقر والعوز على سكان الفضل والعاصمة بغداد، إذ تتحدث تقارير عن أن الفقراء في العراق يشكلون أكثر من 30% من سكان العراق، حيث يوجد جيش من الفقراء يعيشون في العراق، في حين يعيش المسؤولون في طرف واضح، وهو ما ولد حالة من الاحتقان ترجمها سكان الفضل عبر برنامج مع الناس. شفتوا يمكن صورت هذا المكان، هذه لو يسووها جراج للسيارات يمكن اكون اشوف احسن، يعني تسيج ويمنعون رمي الاوساخ هنا النفايات، حتى العالم تقدر تستغلها بوضع انه سيارات المنطقه كلها احسن ما تطب جوا المنطقه مسدوده، اسويها جراج مال سيارات، اسويها ساعه مال لعب طوبه افرشها من هذا الترتان، همين الشباب احسن ما يطلعون بمكان وماكو مكان يروحون به يتونسون بهذه. شلون تصير ساحة؟ شفت المسافة مالتها ايش كبرها؟ احسن ما باقي للأزبال وللجيف وهاي الأمراض مالتها، ومنطقة شعبية يعني الريحة مالتها توصل هسه يمكن للشيخ عمر وتوصل من هنا الباب المعظم من وراء هاي الزبايل. بس لو يسووها قراج أسيجها أأجرها أنطيها مساطحة، حتى حد وزارة التعليم اللي هي على سد تسويها مدرسة تستفاد منها، ليش متروكة هيجي؟ قراجية ما سيارات حتى اليومية 2000 أو 3000 كل من يذب سيارته هنا همين يجيها آريدات، أحسن ما تروك أسويها ملعب وأجرها مثل ما دا يجرون هسه ملاعب بباقي المناطق، يومية يمكن 50 أو 25 ألف تأجير الساحة، والشباب بالساعة 15 يسويها للمنطقة الشعبية الساعة بخمسة، أنا أضمن لهم وأنا أنطيهم أجور، هاي تنقص بشفل وأفرشها ترتان وأسويها ساعة ما ألعب طوبة. أمانة بغداد عليها بس تاخذ فلوس تيجي على الشارع تفلش الشمبرات مال المساكين العايشين، تشلع اللافتات الضوئية اللي حلوة هاي مزينة المنطقة بالليل، يجون يكسروها يعرفون، والجيفة والوسخ متروسة المناطق والدرابين ما يطبوا لها، يطبون على الشارع أذية كاتبين قطعة نسعى لإزعاجكم نعتذر لخدمتكم، مو نسعى لخدمتكم ونعتذر لإزعاجكم، لا معكوسة هم يعني هذا التفليش كله. ذاك اليوم الشباب والعالم والنسوان كلها تبكي، يجون الصبح يقول محلات مفلشة مع ما هي وغرامة، منظر حلو يعني أنا أبو محل على الشارع خال لافتة ضوئية أحسن ما الشارع هاي أمانة العصر، خلي يجي يشوفون هذا من يسوون شي يريدون من عندنا شي يسوون شي، شالوا هذني اللافتات خلي يحطون حاويات، شالوا هذني الشنابر على هذا خلي يفتحون هذه يبنوها محلات، حتى أبو الشنبر يجي يقعد بيها ويدفع إيجار مو ببلاش، لا خلفت على واحد يدفع واحد ببلاش، ماكو بفلوس ومستفادين. ووزارة التعليم العالي هاي اللي قالت عليه راح يسويها مدارس تفضل شوفها أزبال. أمانة بغداد ما لها دخل بكل قضايا المنطقة هاي خصوصا، ولو انتو شفتوا بالمطار صار الحمد لله والشكر بالبلام قامت العالم تطلع هاي على الفيسبوك، والله تخزينة والله تخزين العالم كليتها دول العالم الأوروبية والعربية تطلع حاضرها تفرح به وتنسى ماضيها، احنا نريد نطلع دائما ماضينا، شوف بغداد ايش قد حلوة، شوف بغداد بالخمسينات وبالستينات، انا موالي الستينات من كنا نجي الباب الشرج ونفتر بهاي منطقتنا الشعبية، انا مسقط راسي هنا بهاي المنطقة، والله ما كويت وصخ فد حلوة بالأعياد وفد فرحانين والناس نظيفة، يعني قبل ندور ماضينا الحلو لو المصخم، هسه حاضرنا مصخم ماضينا حلو، ارجعوا شوية على الماضي، كانت ملكية وكانوا مصخام والطام يسوون بيها، بس العالم نظيفة ومثقفة والله أكثر من هالثقافة هاي، لأن كانت هي الحكومة تثقف الشعب، يسوون فد إجراءات إنه هذا الجسر ممنوع ألا تعبر عليه، هاي المنطقة ما تذب بيها نفايات، المرور بإيده يأشر شلون منظم السير، هسه المرور واقف يعفطونه ويفوتون، يستهزئ بيه ويفوت.
ماكو احترام بالقانون. قانون ابد ماكو. خلي يجون ويحاسبوني انا عن كلامي، اطبهم جوا خلي يشوفون امانه بغداد شنو الوصاخه والازبال. من هاي وحده من عندهن، هاي مو داخل منطقتنا الشعبيه، وشوفوا الباقيات هناك يم كل بيت. والله اكو هاي منطقه يسموها خان لاوند، ممدين ومقاهي وفالشغلات حلوه صارت همم فما الازبال بي. يابا انتوا اهل المنطقه احكي ويقول لك وين نذب حاويات، ماكو. شكرا جزيلا، وان شاء الله يوصل صوتنا، وان شاء الله اللي يريدون ينتخبون يجون يباعون الحاله حتى نقدر ننتخبهم واحنا فرحانين. مو اني هذا اصبعي يشهد علي باكر عقب اقول انتخبت شخص وما سوى لي شيء. اني قررت السنه اي انتخاب، لا اني ولا عائلتي ولا اقربائي ماكو انتخاب. اروح اشطبها للورقه او اي شيء، اكتب اسمي اني. قدمت الحكومه، قدمت طيحان حظ الشعب بس، وما قدمت كل شيء. بنت مستشفى، بنت جسر، بلط الشارع، سوت مجاري، شو بس الخيسه مالتهم وجوي. كنت يم دكتور قبل شويه يقول العصفور اللي يوقف فوق البرلمان حرامي، مو بس البرلمانيين، العصفور يوقف فوق البرلمان. وانت قيس بعد، ونفس الوجوه تجي، نفس الوجوه ونفس الاحزاب راح الانتخابات هيجي، لان هي معدوده الصناديق كامله وجايه لي غادي بس صوريا قدام الناس الانتخابات، والصناديق ومختر يعني ماخذين رئيس البرلمان ورئيس الجمهوريه وكلها كملانه زين، بس ينتظرون 12 حتى يعلنون بها النتائج. لا ما انتخب لان هم عاديها والبطاقه الانتخابيه مضيعها فاقدها ولذلك ما انتخب. نفس الوجوه قلت لك انا بالبدايه، نفس الوجوه راح ترجع ونفس الاحزاب راح ترجع ونفس الحراميه وعيونك راح ترجع زين، اللي باقونا وطلعوا فلوسهم للخارج زين ونفسهم راح يبقون. ولو شغله واحده مسوين مزدوجي جنسيه يلغوها تبقى الفلوس مالتك بالعراق، بس ما طول فلوس مزدوجي جنسيه موجودين يعبروها للشمال كليتها ومن الشمال للخارج زين. ولا تقول لي بعد هذا هو، لان هي شله تعبانه راح منا انا حرامي اجى دكتور. اي والله راح حرامي اضطهاد، هو ماكو اضطهاد، هو لو بايق ومهزوم، لو تحارش بالدوله ومهزوم، ورجع اضطهاد النظام السابق، اخذ رواتب واخذ امتيازات واخذ هذه، هو كليته حرامي. بذاك الوقت نظام صدام كان الحرامي يعتقلوه بصادرة أموال المنقولة والغير المنقولة. هسه زين، هسه ماكو واحد يراقب عليهم زين، وماكو يعني هو باق ونهزم بذاك الوقت وحساب كان موجود ورقابة، هسه ماكو رقابة وماكو حساب، شلون ما يبوق لي؟ منطقة تعبانة، لا خدمات، لا تبريد شوارع، النفايات بالشوارع وبالدرابين، يعني ما حد يشتغل عدل هنا بهالمنطقة نهائيا، يعني ولا اجى مسؤول زارها وشافها شو محتاجين ما محتاجين، بس يوم الانتخابات يجون انتخبوني انا برلط لكم، انا اكمل لكم الاشغال اللي تريدوها، وكلها كذب بكذب، كلها بوق وسرقات وقتل ومافيات وعصابات. حكومه تعبانه فاشله من 2003 لحد الان، دمروا الشعب العراقي تدمير شامل، يعني عطاله بطاله، عندنا خريجين لحد الان ما حد معينهم، يعني مهندس ما يعينوه، يعينون كناس، يعني ما يصير هاي، ما يصير هذا، مو عمل هذا، هاي مو حكومة، هاي حكومة عصابة، والله عصابة ذولا، الله يخلصنا منهم، وين الله؟ يخلصنا منهم إن شاء الله، يفجر عليهم الخضراء، عليهم وعلى أبهاتهم ونسوانهم وأطفالهم، ناس مجرمين، دمروا الشعب ذولا.
ماكو نفس الوجوه، لا حد ينتخبهم الذولة، ما حد يريد كفاءات، يريد تنقراط، ناس يبتهمون، ناس عندهم إمكانية يشتغلون، ناس وطنيين يريد، ما يريد ناس مجرمين. وين ماكو أمي خاليه، خلي ذولا الخريجين بكالوريوس ودكتوراه خلوهم بالوظائف، خلي يخدمون الشعب، بس هم ذولا حكومة زبالة، عصابة، مافيات، مجرمين، خونة، جواسيس. والله ما قدم شيء، يعني احنا خريجين، انا متخرج 2011 قاعد يا صناعة قسم كهرباء، مفروض على اختصاصنا يعني تعيينات ماكو، يعني شوف احنا خريجين اعدادية وخريجين اكو كليات وخريجين جميع الشهايد، يعني مثلا انا خريج اعدادية قاعدين بالمحل، شغل ماكو، عمل ماكو، ناس وراها ايجار وراها مصرف، يعني اقلها بس تعيينات، خلي يفتحون تعيينات، يعني هاي شباب هواية، يعني وين تروح؟ اللي يشتغل عامل هسه مثل الاخ قبل شوية حكينا هنا عامل صمود، يوم يشتغل يوم ما يشتغل، ليش؟ شغل قام يقل لدنا، عمال هواية زين، وراهم ايجار، وراهم مسؤولية، وراهم مصاريف، يعني هاي نريده احنا يفتحون تعيينات. يعني انت هسه هاي الدولة طبينا هسه احنا سنة جديدة، والسنة الجديدة مشي، احنا هسه عن طب شهر الثالث، شهر الثالث ماكو، ليش الموازنة ما شدوها؟ ويدعوا لك انه الموازنة راح يشدوها انه ماكو تعيينات، ما راح تنفتح درجات وظيفية، زين ليش؟ يعني هسه هاي الشباب شنو يعني؟ مصيره شلون؟ نريد نعرف احنا مصيرنا شلون؟ خريجين وعندنا شهايد، مصيرنا شلون يعني؟ شلون يعيش؟ شلون يطور نفسه؟ شلون يعني؟ والله ما اعرف. ما والله بن عمي ننتخب يسوي لنا حل، يفتح لنا تعيينات، يفتح لنا ابواب، يعني واحد يقدر يعيش من عندها. تحكي من يسمعك؟ يعني تحكي اسد صورتني ولا احكي من يسمعك؟ ماكو حل، ماكو اي حل. هسه اقعد احكي لك من الباكر ماكو حل، اي نتيجه ماكو. يعني لو اكو نتيجه اقدر اقول لك انتخب واسعي وكل شيء اسوي، بس ماكو نتيجه. هاي حل ماكو، حتى لا يسوون انتخابات نفس الوجوه نفس الناس تجي ما يسوون حل، هسه هم قبل حتى يسوون هسه ماكو اي حل للعراق، يعني مع الاسف يعني جت ناس كل شيء ما تعرف تقود البلد، يعني يجيبون ابو الزراعه يخلوه على الصحه، ابو الصحه يخلوه على الزراعه، اكو شيء كلمه يخلوه على اختصاصه، كلمه اختصاصه فاختصاص، والناس اللي تجي ماكو ما تعرف يعني بس دا يقود النار الجرسته مثل ما يقول، كل شيء ما قدمت والله. هسه احنا كسبة بالنسبة كسبة هسه الشغل مالنا صفر، هسه ماكو، هسه اي واحد بالسوق له شلون الشغل؟ هاي من دخل داعش العراق لحد الان السوق صفر خدمة، وبالنسبة للحكومة ما تسوي حل للشعب، يعني ماكو اي حل، حتى الحكومة اللي تجي هسه بالجديدة غير بعد يجوز ازيد من الحكومة اللي جاية، لان جاي ناس جوعانين يعني. لو شبعوا اللي يجون وراهم جوعانين، هم يجون ياخذون اللي يردوا، يعرفون الشعب هيك بدون هاي بالنسبه لي والله بعد ما يعني. مو نفس حتى لا تتغير، نفس الطبع مالهم ونفس ياخذوا الطبع مالهم، يعني ماكو اي حل للعراق، صفر العراق. انا اقول لك والله طالب يعني يفتحون يعطون حل للشعب، يفتحون سوون شغل، سوون فتشغلات يعني الشعب. شي لك على الوضع، شي احكي لك؟ خدمات ماكو، كهرباء 24 ساعة مقطوعة، مي ماكو، هاي الأمطار، هاي الفيضانات، هسه يلا فكوها، هسه يلا فكوها. من ناحية الأمان لا تحكي لي، 100% الأمان. يوم واحد جاب لنا واحد مستشري، يوم جاب لنا نفس التيار، نفس الانتخابات، ما حد ينتخب. أنا أقول لك ما حد ينتخب، إذا انتخبنا نفس الطاسة نفس الحمام، رحمة على والديك، شو حيقدمون؟ أنت الخدمات شو حيقدمون بيهن؟ شو حيسوون؟ يبنون عمار يعمون مناطق، يعطون فقرة؟ نفس التيار، كفيلك الله كفيلك الحسين، أي واحد ينتخبه نفس التيار، نفس الأحزاب، نفس كله نفسه. ماكو فايدة عمي، ماكو فايدة، حكومة فاشلة، عمي كفيلك الله كفيلك العباس كفيلك الكاظم، حكومة فاشلة. أنا أقول لك حكومة فاشلة ما بيها، بس حين بيجيبوا من هنا، منون بيجيبوا ويطلعون برا، هذا كفيلك الله. ماكو شيء.
يقول لك المسؤول عيني على المواطن. لا بالعكس، انا اقول لك حكومه ضد المواطن. انا ايش اقول لك؟ حكومه ضد المواطن. شفت لك في يوم واحد مسؤول الصواب؟ شفت لك في يوم واحد مسؤول راح بالانفجار؟ ماكو، كله واقع بمواطن العراقي العادي الفقير. هو ان الله دمروا البلد، جو دمروا البلد. لو باقين على قبل احسن، هم ما يفوتون من باب الشر جوده يشوفون المجادي، يشوفون الفقر بعينهم. قدموا هم للبلد، افتر المناطق كليتها كلها اسيان وتعب ومجاعه كلها، بس الزنقين عايش. والله انا برايي حرامات انتخبهم نفسهم، وحتى لما انتخبناهم من 2003 لحد الان، من صار السقوط لحد الان نحكي ماكو فايده، ماكو فايده، كل شيء ماكو الا يطلعون هم. ما صور، ما دام احنا هم عبيد بيد الامريكان وصهيونيه ما يتغيرون كل شيء، الا ذاك من يسوي شريف يسوي انقلاب عليهم ويمحيهم كلهم. هذاك الوقت الشعب عاد يعيش. كانت زين الخلل بالحكومه ولا الخلل بالشعب؟ بالشعب. الشعب اذا صدق الشعب يقوم عليهم ما يبقيهم. حتى امريكا لازمتهم بس شيء بيد الشعب. اذا تشوف اليوم الشعب صاحي على هالفساد. هي الشعب نايم ويبقى نايم. ايش وقت راح يصحى ما ادري. من يصحى الشعب؟ هذاك الوقت راح يغيرون كل شيء. بس ما انا اقول مع الاسف مطبوا الخضره ليش رجعوا؟ طبوا الخضره ليش رجعوا؟ منهم انتهوا وهم انتهوا ليش رجعوا ما ادري. هاي الشعب كلها دايخ على الشغله هاي. كل شيء ما قدمت للبلد الخراب والدمار والاعتقالات والفساد، البنية التحتية حرقتها، شباب ماكو تعيين، مشاريع ماكو، وزارة التخطيط كل شيء ما تخطط، لأنه لو أكو تخطيط أكو تنفيذ، ولو أكو تنفيذ كان الشعب كله يعيش وكله يشتغل والمشاريع يبتني بيها البلد. الفلوس اللي حصلوها آلاف المليارات، 1000 مليار يعني شنو؟ يعني تبني العراق من البصرة للفاو 3 مرات 4 مرات ويبقى من عندها. وينها وين راحت ما حد يدري. ابن فلان بفلان بلدة بايق 1.5 مليون، بلبنان 1.5 مليون، مليار ونص ما أخذ بلبنان. وينها؟ جابها ما جابها ابن المالكي؟ زين جابها لو ما جابها؟ ما جابها. وين راحت؟ وغيرها وغيرها وغيرها. وذول اللي طلعوهم الساعة هاي يرقصون بالملاهي وبالهاي، ولد الشعب الخايبة هنا عطالة يدفع، خريجين خريج ماجستير خريج بكالوريوس يدفع عرباين يشتغل بالشورجة ويجوا منا يطردوهم ومنا يحاربوهم. وشوف هاي البنية التحتية قدامك القاع منبلطة، يعني هاي يمكن أقول لك هاي أنظف منطقة بالفضل، لأنه ما تغرق. وبس هاي بس هالإعمار ماكو، هاك باع الوايرات وباع الأبنية باع كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. هسه هاي الأحزاب دا تقدم للانتخابات، كل بلدان العالم الحزب اللي قدم للانتخابات عنده خطة يوضعها لإنهاض البلد، يعني برنامج خاص بالحزب ماله لينهض البلد بيه. يا حزب خله خطة، يا اللي يجي يقول لك نقضي على الفساد، هذا يقضي على الفساد، لعد منو الباق؟ منو النهب؟ منو؟ كلهم يحكون نقضي على الفساد وكلهم فاسدين، نحكي على الارهاب والفساد اخو الارهاب. وين العد؟ وين المليارات؟ يعني مش مؤتمر بالكويت يقول راحوا الحراميه يتفاوضون، لك شلون بلد هذا؟ راحوا للكويت والله شنو حتى يتبرعون بالفلوس العالم يجون هم ينهبوها؟ واي تدري الكهرباء صارت ضعف وما تجيب لك هسه مي وقيسه بالمحرار، شوف ايش قد درجه التلوث مالته. زين والعالم قاعده بطاله، مين يجيبون؟ والنوبة يريدون يفرضون ويستقطعون منا المتقاعدين مبلغ، يعني انا من الناس يقصون مني بالشهر 129,000 دينار، بكل شهرين 129,000 دينار، لو ايش هاي؟ قال الحشد، مو الحشد خلاص وانتهت العالم. طبعا زين تعال بابا. اي والله انتخب، اذا رحت للانتخاب اذا رحت للانتخابات انتخب الشخص اللي يعجبني، واللي ما يعجبني اشطب على الورقه. انت
قيادي، لان الناس هم هسه كلها دا تخطط، اياد علاوي وغيره وغيره يخططون لترجع نفس الوجوه، لان اذا تجي غير وجوه جديده وغير احزاب، اذا صارت حكومه وطنيه مثل يقولوا تبني بالشعب، ذولا كلهم يذبهم جوا. كلهم يذبهم. كل شيء ما قدمت، بدات واعي بعينك ايش قدمت، كل شيء ما قدمت، عطاله وبطاله وغير شيء ماكو، واعتقالات. زين جابوا لنا ما ادري منين يدخلوا للمنطقه، وجابوا منا يجون الشرطه ومنا يجون ما ادري، يصير حروب هنا وقتال، وراحوا بها اهل الفضل المساكين. يعني وجوه ما تعرفها بالمنطقه يجون يشيلوا رشاشات ضد ضد ويجون من هناك يضربوهم، واهل المنطقه كل واحد اثنين ثلاثه وياهم راحوا كلهم اعتقلوا. والله هاي شوف احنا اهل الفضل، احنا بالفضل شوف منطقه تعبانه، بس هي منطقه شعبيه زين، بس ماكو لا تعيينات ولا اشغال، واكثر العالم كلها قاعده بصراحه زين. هذا شفنا هسه، احنا هسه انا شاب غير حالي حال العالم المواطنين، اطلع وطوب ابدل وشوف العالم، لا محبوسين لا شغل ولا عمل، هاي العالم كلها بطاله، هاي شبابنا كلها قاعده، تعيينات ماكو، تعيينات بفلوس، اعطيني 50 ورقه اعطيني 70 ورقه عينك زين، عندك فلان بوكان زين، الحين من يجي فلوس؟ هذا احنا قاعدين من يجي فلوس؟ احنا متعبدين على الحكومه اللي هم عينونا زين، شوفنا في وظيفه، شوفنا في الشغله منا منا، كل شيء ماكو، كيف لك الله قاعدين؟ خدمات المطار كلش تعبانه، يعني انت تلاحظ طول جوا هناك تشوف تكرموا الخيسه الزبايل زين، ماكو كل خدمات، كل شيء ماكو زين، هاي من ولدنا لحد هذا اليوم هي هي، ما صار لا شيء يتغير بيها زين، وكل شيء ما سوونه، ماكو كل خدمات. بالامطار هاي اللي راحت زين، بوع الجهال والله بالمدارس، تبوا المايات اللي هنا تبوا بالمي زين، تكرم الخيسه زين، بوع كل شيء تشوف زين، تبكي على الجهال، تبكي على حالنا، تبكي على بيوت العالم اللي قاعد تخر عليها البيوت، بيته هذا العالم هاي وقعد بيتهم، بيتهم هاي وقعد بيوت وقعد، يا ما بيوت وقعد زين، وتعال باوع اوديك هسه شوف شوف عين قبل ثلاث ايام هاي بالامطار والله بيت على العائله زين، الدين ضربت بيها الثقب كله وقع عليها، والله كلها تعبانه بواحة كشب، ماكو كل شيء، ماكو ماكو كل تنفيذ زين، وهاي المطلوب مستر اقول الحمد لله وشكر. انا قلت لهم على الراتب عينوني، واحد كذب مو زين، انا راجع على السوداني نهيبه دوايه ب 60 ب 70، بس دواهم مالي 70 و80، انا ما يعطوني راتبي بيش اجيب؟ قل لي بيش قرد، قولي بيش اجيب؟ عندي واحد ما نافع، عندي صح عندي ولد بس ما نافع، الناس هو ومرته وبته اجار. انا اقول لك تعال شوفي بيتي، هي مطبخ هي غرفه، تعال شوفها شو نسوي؟ نعابد الله بعد عيني؟ لا بيبي، شي حط الله نعمه وين اروح؟ من يشيلني؟ انا مو بيتي صح لو لا؟ انا مو نقرتي اوعد بيها، ما مني واحد اني ابد اسوي لي حل عيوني انتو، والله العظيم اكو ايها هسه جيراننا ودعتك الله يسوي لي، انا 350 ماخذه منه، اقول بس يطلع الراتب فوق الدين خاف اموت، ورايا هم حرام علي بيبي، والله العظيم سووا له حل، اروح لكم فدوه للشعب مالنا ونريد امان، والكهرباء قالوها علينا وما ما عندنا واحد يكذب، سووا حل للولدنا، شوفوا لكم حل، شغلوهم صخموهم نا كله قاعدين يا بيبي. على وزير التربية محمد إقبال أدي ابني بصف الأول بصف سادس نجح للأول، يا مدرسة للروح بيها ما يقبلوه، يردون فلوس من عده مدرسة الرشيد
مدرسة بشارع فلسطين. مدرسة الأبطال. مدرسة الأبطال بعدها مدرسة. يردون فلوس من عدة وراحوا عليها السنة. قلت من الوزير طالع قرار. ايش قد المواليد؟ 2001. 2001 ما ينقبل بالمساي، شلون ما ينقبل بالمساي؟ يردون فلوس من عدة. حتى بالصباح ما يقبلون. حتى المدير التربية رحنا وروحوا عليها هاي السنة. يلا هذا شلون حل هسه احنا؟ يردون فلوس من عندنا والله. ما تدريني الا المرحله الاول متوسط صعد ويا الصف الاول ما خلينا ما رحنا المدارس سبع كلها. سبع مرات على التربيه. سبع مرات. سبع مرات التربيه للوزاره رحت كل الناس ذبنا على ناس. وهاي السنه خطيه روحوا علي. ليش ولا الشعب لعد وين يروح؟ يروح يبوقون احسن؟ لو يسوون جرائم احسن. هم ما يردوهم الحكومه يردوهم يبوقون. انا اقول لك المن ننتخب هسه هم ما دا يسوون لنا شعر شلون ننتخبهم؟ هاي ابني راحوا عليه سنه واحنا شوف حالنا بيوتنا تخرخر علينا وكلها واقعه شلون ننتخبهم لحد؟ صح لو غلط؟ لا والله ان شاء الله تتغير ما نريدهم ذولا لان ما سووا لنا اي شغله كل شيء ما سووا لنا وولدنا كلهم قاعدين على الطاله بطاله هذا ابني الكبير بالحرس مطلعه ولي حد الان ما حد يدز عليه لا رواتب ولا كل شيء ماكو. إذا أكو أحد من المنتخبين أو اللي يريدون ينتخبون ويجون يشوفون المنطقة أول مرة حتى بعدين يخلي العالم ينتخبوهم. كل ما يجي الكربولي وإذا كان يد علاوي وإذا كان أي من كان من الانتخابات السابقة بس يوم الانتخاب نشوفه بالمنطقة. إجا بطانية ما أدري شنو هالعوائل الفقيرة المنكوبة هنا هاي منطقة الفضل نسميها المنطقة المنكوبة. ليش؟ لأن منسية. هذا اكو على الشارع هنا على شارع الكفاح ببدايته كان مجمع قبل كان سينما الفضل يعني كانت هاي مسويها مثل الفندق ما يضم حوالي بالالف عائله على شكل غرف غرف صغار اجوا هدوها انه على اساس الانتخابات القادمه هذه او ذيك الانتخابات يسووها مدارس من ابتدائيه والى الاعداديه يعني يطلع الطالب منه وكنا فرحنا وهللنا وكيفنا. قصوها لهاي العمارة حوالي مساحتها 3000 متر مربع صارت منفى مال زبال ونفايات. روح شوفها شوف الأزبال اللي بيها صارت مرض النوم يعني لو باقية كأول بدايتها العالم مستقرة ونايمة هالعوائل الفقيرة أحسن ما صارت هسه مال النفايات صارت منتجع ما شي يسموه مقلاب مال تكرمون أزبال ووصاخة أمراض جريدية فار روائح كريهة قصاصيب اللي يذبحون ويذبون عليها الفضلات مال الحيوانات. روح شوفها ما تنطب النوب صار المطر صارت يعني ريحة يرثى لها فد شي حالة ما ينراب. تيجي للمجاري بس يوم الانتخاب أو من يجي أحد مسؤول يركضون ضربوها بالشيش ورا ساعة ترد الطوف وراك يمكن أكبر منفى مال هذا المجاري المسدودة هذا يعني قدام العين مرئية. هذن الفئران والجريدية القوارض حدث ولا حرج يعني صور يقعد بالقهوة يلعب طاولة ويا الجماعة صار الجريدي هاي قد ما ماخذ راحته تخاف منه البزون. هاي هنا هاي المحلات كلها تحفر القوارض الفئران هاي بالله نقول هاي خطية الماوس بس هاي الجرذان اللي تنقل جميع الأمراض. أنا معاون طبي ما يجيني يومية فد حالة حالتين معضوضين أطفال بالجرذان الرضع أو الشيوخ كلها ماكله ايديهم وصابعهم الجرذان وينهم ولا حياته لمن تنادي اخي يعني هذا اللي بدنا نحكيه هسه انا اعرف هواهم في شبك بس نريد نطلع اللي بقلبنا لان تعبنا. كل من يجي مواعيد ويوعدنا بشيء وبس راحت الانتخابات وفاز الاخ انتهى ما حد يشوفه 4 سنين القادمه قسما بالله لا ها اولادنا كلهم خريجين هذا واحد من عندهم خريج كهرباء هنا أنا ولد خريج هندسة كلهم شباب يعني عليهم الاعتماد لا أكو توظيف لا أكو تعيينات لا أكو فد حالة اللي هم يروحون بيها يعني حتى يصير مكسب رزق عايش إله يتمنوا ماكو. هذا أنت جاي تريد أقدم انتخاب خل العالم تعرفني وتنتخبني أخذ أولادهم أحتضنهم كل من بدائرة هاي الدوائر اللي هم تارسيها ابن عمي وابن خالي وصديقي وقرايبي واخو زوجتي كلهم حاطهم وراه اطلع شوية منهم وشوية اخذ من الجماعة اللي انتخبوني حتى اقول سويت شي. هاي الموازنة هاي صار كم سنة
جون على الفقراء على المتقاعدين، قص نص راتب المتقاعد، هذا للحشد وهذا للمدري شنو، وهذه الدولة صار عندها نقص. ليش البارحة أو البارحة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك أحد النواب اللي ما قالوا اسمه 66 مليار دولار عنده، شنو ميزانية مال خمس دول وشخص واحد؟ ليش يعني وين يقولون؟ بس همين جاهم ترامب إن شاء الله بالجديد، من أين لك هذا؟ شو يقولهم؟ هذا كان الورث مال أبويا، كان العراق مكتوب باسم أبوه، هو المليار احنا ما نعرف ايش قد ينعد شلون. زين 66 مليار او 660 مليار، هذا الرقم اللي يبني العراق من اساسه لهذا، ما يقدرون يذفد 5 مليارات بهاي المنطقة او مليار واحد، انا اتعهد لبي مليار راح يهل المنطقة هاي. بالمطر نص البيوت خرت ووقعت، بالاهتزاز ذاك اليوم 3-4 بيوت والعوائل جواها تعيط والعالم طلعناهم من الانقاذ. اي كهرباء هاي خوب، هاي الوايرات لحد الان عد سووا لنا كهرباء وخصخصه وما ادري شلون، تدفع بهالفلوس وكل شيء ماكو، تدفع فلوس وكل شيء ماكو. زين وبعدين شلون؟ شلون راح يصير العراق نتيجتها التالي شلون؟ والله ما ادري، يعني لازم الله ان يحدث لنا فد شيء ينقذنا لبر الامان، يعني تعبنا تعبنا وتعبت العالم. يوجد ايش قدمه المواطن العراقي؟ كل شيء ماكو، حتى لحد الان كهرباء ماكو، كل شيء ماكو. وين المي؟ ذاك اليوم حتى ما ينقطع، بس هواء مطرت اجى المي، كل شيء ماكو. ايش قدمه؟ اكو خدمات ماكو، شو ماكو؟ والناس عطالة بطالة، جد يومانة العاصفة فلشوا شيلوا على ساعة ما معلوم. طيب ولا انت ليش انتخب اذا ماكو خدمات؟ علي من انتخب المن؟ ماكو فشي خدمه للمواطن، ما قدموا فشي، كل شيء ما قدموا. خلي يقدمون خدمات، ينطون رواتب، بس رواتب يقطع الموظفين. ليش المراتب يقطع الموظفين؟ وين ماكو؟ هم نفسهم مثل ما قدموا نفسهم أخروا، ماكو تقدم ولا كل شيء ماكو. هالبلد كل شيء ماكو، تأخير ماكو تقديم. شنو اللي طالبة؟ يعني غير خدمات، تعيين. هالعطالة بطالة قاعدين بالشوارع، ما المقادي قاعدين على التربك لايت، ياخذوهم الشرطة، الحرس ياخذهم بعدين يرجعهم بالجيب، الشرطة ياخذون فلوسهم ويودوهم. غيد هاي كل شيء ماكو، يعني قادي كثرت ومتسولين بالقواطع مال الشوارع. يجيك يمسح الجامع ما تطيع ليه يكسر الجامع على راسك. والله حاليا للمواطن ما انجزت يعني فشي، وانما الريد احنا من عندهم حاليا لما نستلموا السلطة الحكومة المفروض يسوون فشي للشعب، لأن الشعب تعبان ومضرور، فما سووا له فشي اللي يستفاد منه الشعب، ما سووا له فشي يستفاد من عده. نقول احنا بلكت يسوون فشي للشعب، شعب العراقي تعبان وبعدين جريح، ويعني قايم بكافة المهمات الشعب العراقي، يعني معارك قام أشياء، لكن احنا نريد فشي يسوون له يفيد الشعب. حد الآن ما التمسنا فشي من الدولة بأن حققت لنا فشي، ماكو فشي حققت لنا، وهذا الشعب فقير وتعبان ومظلوم. فنريد هسه حاليا من الحكومات أو أي حكومة أول ما تفيد الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي تعبان وبعدين أزيده جريح ومريض، لحد الآن ما حققوا فشي. فنريد إن شاء الله بالجديد أن يحققون شيء ويدير بالهم على الشعب، لأن الشعب تعب. والله إذا رجعت نفس الوجوه فما تفيد الشعب العراقي. ليش ما تفيد الشعب؟ لأن قبلهم ما سووا شيء إنه، فإذا رجعت نفس الوجوه ها فما يسوون، ما سووا شيء للشعب. فإذا تجينا عالم غيرهم أو هم لازم يحققون أول شيء للشعب. الشعب هذا يراد له يعني مداراة،
لانهم ما دافعين من جيوبهم، وانما هاي الله سبحانه وتعالى خالق هالارض وهالنفط هذا والخيرات مو الهم، للشعب العراقي للمسلمين خالقه مو الهم. نريد احنا شنو يفيدون الشعب، مو ياهل يجي اول ما يضرب ضربته ويخلي الشعب جوعان، فما نقبل بهذا الشيء. صار له 4 سنين اخي هذول، يعني صار له 4 سنين هذول بس يعرف مصلحته الخاصه، ما يعرف مصلحه الشعب العراقي. والله بعد هم يعني الشعب هم شافوا بعينهم، فانا من اريد انتخب انتخب اللي يفيدني، مو انسان انا فاشل انتخب اطلاق، اريد اللي يفيدني، لان العالم هسه دا يقللون برواتبها، ما دا يسوون في الشغله بيها خير للعالم، وهذا الشعب هم مسؤولين امام الله وهم مسؤولين وراه. والله انا بعد افكر اشوف الوضعيه، عقلي ما انتخب هذا لان هذا ما فادني، ما انتخبه ليش انتخبه؟ لكن لا فايدني انا، مو يعني احكي على مصلحتي بس، وانما على العالم كله، الشعب الشعب مضرور تعبان، الشعب يعني يريد اشغال، شبابنا قاعده، خريجين عندنا هسه قاعدين، يعني اكو خريج يدفع عربانه هسه حاليا ما عنده من يجيب، غير يسوي له فد فرصة عمل. والله تقديمها 1% من ما تقدمته الحكومات اللي قبلها، هذا اللي قدمته، كل شيء ما قدمته، قدمت البطالة، الشباب كلهم عبية، مو كلهم بطالة، شنو قدمت؟ خدمات، وين هالخدمات؟ كهرباء صارنا احنا كم سنة معتمدين على المولدات ومناظر الخيوط الكهرباء بالشوارع او ساعتين وما تجي 6 ساعات، شنو الويش؟ صح ولا؟ مجاري من يكون المرشح نفسه يحمل الجنسية العراقية فقط انتخبه، بس يحمل مزدوجة واي مشكلة واي اختلاس واي بوق واي شيء وشق وطار، هاي احنا ما ننتخبه ولا نريده اصلا. من يكون عراقي مواطن عراقي يلا انتخبه، من يدور على شعبه وعلى بلده وعلى يحافظ عليه ويطوره ويقدمه، تعليم، قضاء، خدمات، كلها من يحافظ عليها ويطورها انا انتخبه بعيني وعشرة اصابع. بس ما يجيني واحد حامل جنسية أجنبية وأي مشكلة صار عليه طار، لا حد يحاكمه ولا حد يجره، أنا ما أنتخب هيك شكولات. والله الله أعلم، إحنا نفر ونقول إحنا ننتخب، وتالي الانتخابات هي مرتبة والمرشحين نفسهم واللي موجودين نفسهم، صح؟ جالك أنت كم انتخابات صار؟ جات لك وجوه جديدة؟ ما جت وجوه جديدة، إذن هي مرتبة، قوائم مرتبة. هم مو هم دا ينتخبون، ترى عندك أمريكا وعندك إيران هي دا تنتخبهم، هاي القائمة تيجي للخدمة، لخدمة مصالح أمريكا وإيران مو خدمة العراق. أولا يسقط الجنسية الثانية من عنده المرشح، ثانيا يقسم اليمين على خدمة بلده بوطنية وحرص، عرفت؟ لما يفكر بالمواطن أنا ينتخبه، أما غير شيء لا، ما أنتخب أي أحد. الحكومة من 2003 لحد الآن مرعية وليست راعية، أكو من يقودها، مو يعني الحكومة مو تقود، أكو ناس تقودها وهي أمريكا. أمريكا جت احتلت بلدنا بأي سبب؟ بأي شرعية؟ لا أخذ الشرعية لا من مجلس الأمن ولا من باقي الدول، جت احتلتنا، هاي أولا. ثانيا اللي جابوهم ما نعرفهم، كل واحد عنده 15 جنسية وأقل واحد عنده 4 جناسي، فهم العالم يعني جابوهم وحطوهم، فما يقدرون ان يرعونه. ومو يقول لك كل راعي مسؤول عن رعايته، احنا الراعي مالنا امريكي وهي بكيفها. ولا حتى تسالني عن الانتخابات، مو انا حقول لك الانتخابات لا بكيفك ولا بكيفي، كيفهم هم.
اكو هناك يمهم ورقه وقلم، هذا يفوز هذا يسقط. اخاف حتى الوجوه الجديده اللي حتجي، هم منتخبين مو احنا، هم منتخبين مو احنا. اي تاثير ما له، اي تاثير ما له. اخاف يقول لك حرامات وصوتك يروح وصوتك يجي وصوتك كذا، والدليل انا اعطيك اياه من انتخبوا يا علاوي. وليش طلعوه؟ ليش يا علاوي مو بطل وسياسي يقول اني شلون يطلع البرلمان يعب البرلمان وينهزم العالم اللي انتخبته شلون؟ اذا اشتروه قالوا له بابا اطلع من القاعه. فكل السياسيين اجمعين كلهم اطالب ما يلبوا لي. هاي صار لنا من 2003 لحد الان نطالب، ايش حققوا لنا؟ هسه احنا ما نريد يحققوا لنا. اللي فلشوه هم خلي يبنوه، هاي اللي كان عندنا خلي يرجعوا لنا اياه. بس كل شيء كانت عندنا، كانت عندنا القيم وكانت عندنا المبادئ وكانت عندنا الشباب وكانت عندنا الغيره وكانت كلها حطموها، خلي يرجعوا لنا اياه. بس يرجعوا لنا اياه. بعد احنا الشباب مالتنا 80 من 70 الى 80% قاعد عاطل عن العمل، والخريجين والكذا. انا دا اسولف لك مو خريج، بس الخريجين اللي دا اشوفهم اصحاب البسطات واصحاب الكذا، انهم يجون عليهم تعال يشيلوا تعال كذا، يجي يتحكم بهم واحد ما عنده شهاده ابتدائيه. اكو بعض الامور هي صح بيها، واكو بعض الامور هي مو صح بيها. احنا مو كلنا نذبح على امانه بغداد، مو كل الاشياء اللي اكو اشياء مو زينه مثلا احنا كمواطنين يعني ما نقبل بها، قطع الطرق، قطع الممرات السابلة، ما يصير هاي. بس ما يجون يفلشون على رؤوس العالم، هذا اللي مصير، مو اللي جاي ماخذ اللي قاعد دولة، قاعد دولة وبالي بيها 200 متر. هذا يجب يعني يتفلش وكذا. لا يعني اكو اشياء ما حلوة، اكو اشياء لا حلوة. بس انا سمين يعني يجيني واحد انا هنا متجاوز، يعني من يجي جماعة العاصمة تقول لي شيل من حقها، يعني يجوز هي اعرف مني. بس هي على العموم، على العموم كأسواق كذا أذية للبشر، لأنه ما عندهم الفرص البديلة. قبل الفرص البديلة موجودة، التخريج ما عندك عمل تروح السلك العسكرية يشدوا لك ضابط تعيش عيشة سعيدة. هسه ماكو، إذا تتعين ضابط إذا تتعين عسكري إلا بماديات وكذا.